سادتي، ladies and gentlemen، please welcome the Rashid Show. شكراً. سلمى، كنت تحلف عليا. اليوم بغيت نبدا البرنامج واحد القضية زوينة، هي أن البرنامج الأخير اللي درنا ديال عتيق بن شيكر الخاص بالعيد ميلاد ديال القناة حقق أعلى نسبة مشاهدة. ولكن هذا النجاح هذا ما كانش بوحدي، لأن كاينين ناس اللي كانوا مورايا اللي منهم تقنيين والناس اللي كيقوموا بتحضير البرنامج، وطبعا الدي جي تا هو ما نساوش. وفي هذه الحلقة اللي درنا ديال 25 عام سولوني الناس قالوا لي علاش درتي البيتيزي ديال المنشطين الاخرين وما شفناش البيتيزي ديال البرنامج ديالك؟ بغيتو تشوفوه؟ حالا. هذا الصحفي هذا المنشط هذا، غادي نعاودو هذه. تنقول له ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حيت انني انا واحد الانسان يمكن نقطعو، الله يخليك. تقدر تقول انا ممثل ومثلا عندي محل ديال البانيني ولا شي؟ لا انا كنهضر معاك معقول، انت دايما نسيت راك رشيد. ياك سي عتيق يا الجوع. اسكو ابخي اسكو فخير زابسا سيل تو بلي، ما نديروهش السؤال، ماشي مشكل. يلاه بارك الله عليك، مرتاح؟ الحمد لله. نهار كبير هذا اللي جيتي عندنا. شكرا. اي دونك الصوت ديالك حاجب كيشبه الدعدوع. ها نعاود يلا نعاود. تبارك الله عليك خويا طارق، حادي معايا كليب ديالك. عرفتي تيحضر عيني باش ما نشوفش فيه، باش ما نقولش لي عندك. حاضر عيني كمل. وياه ها كنتفكرك سنتلف انا. يلا الجوع. ياك اخويا واخا. عقل فيها. تعاودوا نصفوا عليا عافاك. منشط بدا مع القناة من أول نهار ديال الانطلاقة ديالها. هاد ال عاودوها آخر مرة، والله ما نبقى نعاود آخر مرة. قلب على شي حاجة، اسمحي لي أختي، وإذا ما ديش عليا يا الجوع. مصطفى الأيباد طفى. شبان حليب نقرع واكل. اسمح لي الله يحفظك، غير تلفت شوية ما ديش عليا يا الجوع. سيتي هاني سيتي هانم مدهون، مالك مدهون؟ وكنمشيو نلصقوهم كنوزعوهم بمعية الفريق، كنصدع يا الجوع. وانت كتصوم؟ باقي ما حكتش عليا. مالو كنصوم ديالك؟ متخافش تكثر شوية الموسيقى، نقص شوية بركة. دد 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 يا الجوع. أنا كبرت مع هاد الناس. أوكي ياك لاباس صحفي ومنشط وفنان وكواري، نزيد تا كواري. زينة الدودي غنى تسالينا سالينا، شكون شفر من الآخر؟ يا الجوع. اش كتهضر من نيسك؟ كتهضر من نيسك؟ من ريسك ولا من نيسك؟ تبارك الله عليك. كاين شي حاجة؟ كاين بلاتي. وجود الخير؟ علاش؟ مزيان ياك. واش الكفاوي؟ لا سينما لا اتاي لا والو. اليوم ان شاء الله غيكون معنا واحد نعاودو؟ يا الجوع. اشنو تقول شو ميشيل توم كروز؟ انتوما غادي ترجعوا تعاودوا تتزوجوا؟ حيت كانوا ما طلقوا. هو ونيكول كيدمان، توم كروز ونيكول كيدمان كانوا مزوجين وطلقوا وتفارقوا، وهو مشى بغى يتزوج مع واحدة أخرى وتفارقوا. إيوا لا باردون، لا سي با سا، نسيت كنخربط. سمح لي أنا نعاود صفقوا عليا أنا نعاود. ماش نسمع أنا جات كضحك من هنا. بحال اللي دابا أنت صدمتيني، الوالدة واحد المرة صدمتني. سوبر ستار جاو داروا معنا روبورتاج. بون وتفضلوا. وهاد القضيه ديال تفضلوا في البلاطو راه ماشي مشكل تقني، باش نشرح للمشاهدين ايدو زعما ما خلصاتش الضو داكشي علاش. الضيف اللي معنا اليوم هو واحد الضيف اللي طلبوه لنا
بزاف ديال الجمهور، وداك الشيء علاش قررنا اليوم اننا يكون معنا ضيف اللي هو مغني مشهور عالميا، هو لبناني الاصل وسويدي الجنسيه. هذا الضيف هذا غادي نكتشفوا الفقره ديال حاجتك حاجتكم مجدكم. الضيف اللي معنا اليوم هو فنان معروف عالميا، الاصل ديالو من لبنان، عاش وسط عائله فنيه اللي هربت من الحرب الاهليه ومشات تستقر في السويد 1989. كمل القرايه ديالو وخد الاجازه في شعبه جيني ايغونوتيك، ومن بعد هو يتلقى مع الفنان المغربي ريدوان وخدموا مع بزاف ديال الفنانين الكبار. وواحد النهار هو يفكر يبدل التوجه الموسيقي ديالو وبدا كيدير الاناشيد اللي عنده توجه ديني اسلامي. خرج الالبوم ديالو الاول في 2009 اللي سميتو الحمد لله، وتبارك الله هو يحصل على ديسك دو بلاتين، 7.5 مليون فان فيسبوك في شهر واحد، و500 مليون مشاهدة. وشتي وديرة غيزينة. الفنان ديالنا هو ذكي وماهر وزين. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ ماهر زين. السلام عليكم. انا ما درتوش عليا هادشي. مرحبا ماهر زين. السلام عليكم. ما شاء الله. يا لقد اصابتني الغيره. صافا خلاص، ثاني مره ثاني مره يعملوك ان شاء الله. ان شاء الله حيوعدوك ان شاء الله. ان شاء الله تصيقات على ماهر زين. ماهر مرحبا بك، لنا الشرف انك تكون معنا هنا في المغرب. انا سعيد والله. انا خالد والله. انت خالد وانا ماهر. لنا الشرف لان اول مره كيحضر معنا في البلاطو ديالنا ضيف من لبنان. نعم. كيف لبنان؟ اول مره. اول مره لبناني وي. تكون معنا مغاربه، كان معنا من الجزائر. نعم. ولكن لبنان اول مره. اش اخبار لبنان؟ كيف حال لبنان؟ الحمد لله تمام. بس الحمد لله في شويه مشاكل هنا وهنا بس. تعرف ماهر زين مواليد 16 مارس 1900. لا 16 جولاي. بلونج. بس انا عارف مش الغلط منك، هو موجود غلط بالانترنت. بلونجلي. بالضبط. ويكيبيديا. ويكيبيديا عندك الغلط في ويكيبيديا. بالضبط. ديجا. باي 16 جولاي. انا عندي الغلط في الحاله المدنيه. انت لبناني الاصل. نعم. وسويدي الجنسيه. بالضبط. من السويد. اش اخبار السويديات؟ تمام. السويد ولا السويديات؟ انا ماليش يعني بالموضوع. ماليش السويديات. السويد تمام ما شاء الله. تبارك الله. انت كنعرفوا انك الزوجه ديالك مغربيه. تبارك الله. نعم. منين هي؟ من طنجه. من طنجه. نعم. الدي جي اللي عندنا في البرنامج هو من طنجه. اه والله؟ اه. ولكن مرته من ولاد حريز. ماهر غنمشي معاك للطفوله ديالك، كيفاش ماهر عاش الطفوله ديالو وفين عاشها؟ انا ولدت في لبنان. بس انتقلت على السويد كان عمري 8 سنين. عشت تقريبا كل طفولتي يعني بحياتي كلها تقريبا في السويد 28 يعني 8 سنوات رحلتي. بالضبط. وسمعنا بان يعني الحلم ديالك ما كانش هو الغناء، كنتي ناوي تكون بوليسي شرطي يعني. بس هي يعني حلم اي طفل يكون بوليسي ولا يكون طيار ولا يكون اطفائي، يعني يحب يشتغل في الاطفائيه. كنت حابب كمان اكون استرونوت. استرونوت. شو الاسترونوت بالعربي؟ استرونوت هو الرجل الفضاء يعني. بالضبط بالضبط. مشيتي بعيد. ولسه حلمي. الطيران واسترونوت، باغي الطير. لسه حلمي. من اول الالات الموسيقيه اللي تهدات لك هي واحد البيانو. نعم. وهداه لك الاب ديالك. بالضبط. واش كان هذا هو يعني الشيء اللي غير مسار ديالك لهذا المجال هذا؟ بالضبط. هو يعني انا كنت 10 سنين كان عمري وجاني الكيبورد، تعلمت شوي كيف العب، بعدين اكيد يعني كبرت وهو كان هوبي يعني، كان بس شيء كطفل الواحد يحب حطيته على جنب. بعدين تاريخ كم سنه كان عمري تقريبا 16 سنوات بدات في
في البرودوسينغ وال يعني مجال الموسيقى يعني جات في تعمل رابي و يعني الهدية ديال الأب غيرت المسار ديالك. نعم بحال أن با كان هدى لي أول مرة فردي أو كنت غنكون مجري مشكلة بس الحمد لله تغيرت. الحمد لله الحمد لله. علاش هربتي من لبنان ومشيتي يعني للسويد؟ السويد شنو السبب؟ هو كان مشاكل الأهلية الحرب الأهلية في لبنان. أنا يعني تقريبا انتقلت كان 89 كان في المشاكل اخر المشاكل بس الحمد لله طلعنا على السويد وباقي كله هيستوري. يعني شنو تفضل لبنان ولا السويد بصراحه؟ والله لو ما في المشاكل يعني لبنان بلد جميله، انا بحب البحر كثير. هلا بس يجي مثلا على المغرب طنجة بتشوف البحر. ومره كنا نازلين من الحسيمه نازلين على طنجة من سوته ومليليا كله هذا يعني مشينا على البحر ومشينا على الجبال يعني منظر جميل ما شاء الله. لو انت تفضل لبنان ولا السويد؟ لبنان ولا السويد؟ هلا السويد. السويد نعم. عندنا في المغرب صاحبك صديقك لو كان لو يحبك كثير يدعي معك يقول لك الله يعطيك شي سويديه. لا يعطيكش. لا الله يعطيك شي الله يعطيك سويديه. ولا ما كانش ولا ما كانش يبغيك راه انا على فكره انا زوجتي ابوها مغربي امها سويديه دونك السويد كاين كاين. خلاص كتفهموا انت يعني انت كتفهم شويه الدارجه مزيان يعني شوي شوي متعلم بس شو هو الكلمات اللي فهمتي في الدارجه شو ايه الكلمات اللي تعلمتي في الدارجه في الدارجه الكلمات اللي تعلمتيهم انت في لغتنا الدارجه المغربيه اللغه يعني تبارك الله هي بتقول يعني بالطريقه اللي بتقولها تبارك الله واكيد لاباس الحمد لله الله يحفظك الحمد لله بس مش فاكر كل الكلام يعني في بس في تبارك الله لاباس كي داير لا كيف لا شنا هي كيف تينا كيف انتينا كيف تينا اكيد اكيد كيف تينا العائل الله يرحم بابك شكون قريب في كم كلمة يعني بس ماهر نحاول نعطيك بعض الكلمات ونشوف واش ماشي تعلمتي مزيان الدارجة جاهز جاهز 3 2 1 انطلق ريح ريح هقول لك يعني شو معنى ما كلمة ريح ريح يعني استريح يعني تماما تقريبا يعني تبت ثبت لا يعني ريح تيقول لك اجل يعني اجلس يعني اوكي استريح اوكي ما عنديش معاك ما عنديش معاك يعني ما في مشاكل معاك لا ما عنديش معاك هي العكس هي انا ما كنحملكش لا ما فهمت اجرده مالحه لا امبوسيبل ثقات على ماهر زين انتما في لبنان كتقولوا لصاحبي يا زلمي يا زلمي بالضبط في المغربي لا هي زلمي يعني الشغله هيك الدلوعه بس وفي المغربي شنو هي يا زلمي بالدارجه خويا يعني اخي ما اعرف صح صاحبي برافو صاحبي ما معنى كلمه قرطاسه ما اعرف قرطاسه نعم لا ترجمة قرطاسة هي سويدية والله لا قرطاسة عندنا نقولوها يعني على وحدة جميلة بزاف نقولوا قرطاسة والمعنى ديالها قرطاسة الحقيقي هو هذاك اللي رصاص اللي الرصاصة اللي تكون في المسدس هي القرطاسة هي القرطاسة يقول لك هي قرطاس فهمت عليك فهمت عليك ماهر باش يتعرف عليك الجمهور اكثر الجمهور المغربي انت كنتي درتي دراسات في الطيران ياك نعم وكيفاش هذا الانتقال يعني من انا ما كان في انتقال صراحه انا كنت يعني ادرس في المجال الطيران بس كانت الهوايه كانت الموسيقى كملتي كملتي في الطيران في الدراسه كملت انا خلصت يعني تخرجت تخرجتي بالضبط بس كان في الموسيقى يعني في
يعني دروس الموسيقى، وكان في اصدقاء حولا كمان في الصف، نفس الصف، كنا نعمل موسيقى، كنا نعمل برودوسينج، كنا نعمل رابينج، بس هيك فور فان يعني. بس بعدين بعد ما تخرجت بعد كم سنه تعرفت على اكيد تعرف ريد وان، ايوه، واشتغلت معه وبلش الموضوع على المستوى البروفيشنال يعني. وشنو كيف كتدرس بالضبط في الطيران؟ هو يعني تفسير ميكانيك طيران، يعني كيف ميكانيك السيارات ميكانيك طيران، سيكليست طيران بالضبط. لا شو سيكليست طيران؟ توقعني بالفخ. لا 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 انا فقط للمزحه. يعني في الاول قلتي لي تلاقيتي مع رضوان. نعم، رضوان هو اللي دخلك اكثر المجال الفني. بالضبط بالضبط. وفي الاول ما كنتيش كتغني هذا الغناء هذا اللي كتغني؟ لا انا ما كنت غني اصلا، انا كنت يعني شغال مع رضوان في المجال البرودوسينج يعني، بس شغل الموسيقى مش غناء. بعدين بلشت اعمل ديمو. انا ما كنت ابدا مفكر غني صراحه، كنت بس شغال يعني في المجال البرودكشن، في البرودكسيون بالضبط، يعني الارنجمنتس والتوزيع بالضبط. كنتي بروديوسر بالضبط، كنت شغال يعني بالمجال ده. بعدين الحمد لله بعد الالتزام قررت انه يعني استخدم الموهبه اللي ربنا سبحانه وتعالى عطيني اياها للرساله، يعني نشر الرساله. ماهر، بغينا نعرفوا احنا شنو هو هذا الخيط الفاصل اللي خلاك تنتقل من الحياه اللي كنتي كتعيشها قبل اللي هي الحياه الفن وحياه هذا لهذه الحياه ديال الالتزام. هو كان في يعني شغلات كثير صارت اكيد في الحياه، يعني الواحد كان انا يعني عشت حياتي تقريبا كلها في السويد، فكان عندي مشكله في الايدنتيتي مثل ما بيقولوا، مش عارف ايدنتيتي بالضبط. يعني الواحد شوي يعني بيضيع بنفسه، بيضيع انا مين، انا من وين، انا تابع لاي دين مثلا، كله هذا صار شوي في كثير يعني شغلات حوالي خربوا علي شوي في الطريق. بس صار في كثير شغلات يعني اللي وصلوني للمرحله انه انا مش مبسوط، مش سعيد في المجال اللي انا موجود فيه، في الجو اللي موجود فيه. انا كنت يعني كان عندي اصدقاء مش 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 سيئين، بس انا بالنسبه لي يعني كشخص او دين ما كنتش مرتاح في ديك الحياة، ما كنت مرتاح في الجو بالضبط. كنت شوي شوي يعني كان طريق للبحث عن الذات. تماما ياك. انا سبحان الله ما كنت عم ببحث يعني، بس هو سبحان الله اجى يعني. كيف انا كنت مثلا كنت رحت على نيويورك اشتغلت هناك، وبعدين رجعت على السويد تعرفت على شباب ملتزمين وارتحت نفسيا يعني في الجو هذا. كان عندي اسئله كثير في يعني في داخلي، وحسيت انه كله عم يعني عم يجيني جواب اجوبه الاجوبه اللي كانت تطرح بالضبط شغلات كيك افكر فيهم. وحسيت شوي شوي انه انا حابب اعيش حياه يعني استقرار نفسي بالضبط. ويعني اسس عائله وشغل يعني عام عادي. وشوي شوي اخترت الطريق. ماهر كبر في عائله يعني ملتزمه نيت ولا لا 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 ما في نقول ملتزمه يعني، كانت شوي في مشاكل كمان بينه وبين. سمعنا في واحد التصريح ديالك قلتي بانك واحد الوقت في الصغر ديالك ما كنتيش حافظ حتى الفاتحه، سورة الفاتحه ما كنتيش حافظها بالضبط، يعني لدرجه انا كنت ضايع مثل ما بيقولوا. دابا حافظها لاست. الحمد لله. كانت مشكله كبيره لو ما حافظها. وحافظ قل هو الله احد كمان. قل هو الله احد، تبارك الله عليك. عندك شي شخص بالضبط هو اللي كان يعني لعب دور في هذا تغيير المسار ديال حياتك؟ اكيد في يعني في الام، في الاخت مثلا، في اصدقاء. انا يعني في صراحه كمان رضوان كان من لان انا دخلت مع رضوان كنت في المجال اللي كنت اتكلم مثلا كلام مش كويس، وكنت كان طبعي مختلف شوي. وتعرفت على رضوان قاعدين شغالين في استوديو اتسترا. هو يعني عنده الكلام محترم، يعني تعامله محترم كثير، بس شوي شوي انا صرت اتاثر بالموضوع وكبرت يعني شوي نفسي. دابا ماهر كيتفرجوا فينا بزاف ديال الشباب من المغرب ومن العالم. شنو الفرق ما بين حياتك السابقه وحياه الالتزام؟ يعني انا سعيد اكثر اكيد هلا. سعاده يعني بس انا شوف صراحه انا اسلف نفس الشخص بعمل يعني تقريبا نفس اللي كنت عامله بالاول، بس هدف مختلف شوي. يعني انا كنت اشتغل في المجال الموسيقي وهلا اشتغل في المجال الموسيقي. في هدف مختلف شوي اكيد. في سعاده في الحياه. ما كنتش سعيد
قبل؟ يعني كنت سعيد بس يعني الواحد مثلا يو اكسبت يعني كيف تقول اكسبتنج خلاص تمشي مع السعادة الحقيقية. لا بس يعني بتكون يعني سعيد بس في مشاكل في اسئله في مش متاكد انت عم تعمل شيء صح ولا لا اتسيتر. بس هلا يعني في حياتي يعني اللي عايش فيها هلا انا متجوز اكيد عندي بنت وآية وعبد الله الحمد لله وفي شغلات كثير يعني مختلفه عن السعيد فيها الاصدقاء السفر يعني كله في شغلات كثير مختلفه عن بالضبط اكيد ماهر جيتي عندنا بعدا حنا الضيف طبعا الضيف المغربي اللي كيجي عندنا كنجيبوا ليه اتاي اه ولا حلوه يلا ما شاء الله اول مره المكانه غنحطها هنا هنا هاي شكرا شكرا اتاي بارك الله فيك تصفيقات على فاطمه الزهراء كيسان ما مغسولين شفاطي مرحبا كتعرف تصيب الشاي انت؟ اه شاي مغربي؟ عادي اه تبارك الله عليك كتصيبوه شنو المقادير ديال الشاي المغربي؟ شنو ايه؟ المقادير شو المقادير يعني؟ الوصفة كيف وات دو اي ثينك يعني شو رأيي فيه؟ لا الوصفة لما تبغي تصيب اتاي اه شنو تدير؟ الماء الشاي الأخضر ايه والنعناع بسم الله هذا مهرس يجرح لنا ولا سيرونس ديالو غالية سكر اكيد نعم بارك الله وبس عندنا حلويات جميله كتعرف الحلويات المغربيه اكيد بعرف بس ما عارف شو اسمه بس كعب الغزال نعم يعني رجل الغزال تحت رجل الغزال ولدينا حلوى اخرى اسمها غريبه يعني معروفه غريبه ورزة القاضي اوكي والله العظيم كله يعني سيريس اوكي رزة القاضي كعب الغزال نعم. غريبه والفقاس الفقاس يعني لما الفقاس من كلمة والشباكية بسم الله الشباكية والحريرة صح؟ هذا هو كعب الغزال شكله ككعب الغزال ولكن هذا غزال معطوب بسم الله هلا كنا نتحدث عن التاي الشاي المغربي انه صراحة من اطيب الشاي في العالم يعني يعجبك كثير؟ والله كيعجبك بالشباب ولا بالنعناع؟ الشيبة ما عرف بس النعناع اكيد هو الشيبة هي عشبكم بحال النعناع تضيف تاي نكهة خاصة على اوكي تاي وليت اكثر من شوبين ماهر زين نعم اسم جميل شوف الاسم ديالهم كيدير تهامي شو السميات كيديرين يعني اسماء جميلة حنا عندنا اسماء تحية للتهامي عندي واحد صاحبي سميتو التهامي مشعيب مشعيب بوشتا واش بصح غنيتي مع ليدي غاغا لا مش صح مش صحيح لا الا مثلا رضوان اقترح عليكم انكم تغنيو بجوج مثلا مفيش دويت مع ليدي غاغا انا ما غنيت مع ليدي غاغا لا لو تم مثلا لو اقترح عليك رضوان قال لك مع ليدي غاغا عندي لك دويتو مع ليدي غاغا لا اتغني بالحجاب هي نو واي نو واي يعني دابا اختياراتك واش انت هذا اختيار عندك قناعه انك تغني غير بوحدك ولا انك ما تغنيش مع امراه ما فهمت رفضك انك تغني مع ليدي غاغا واش لانك باغي تغني غير بوحدك ولا لانك رافض الفكره ديال انك تغني مع امراه لا انا ما عندي مشكله لو في شيء مثلا يعني يعمل شيء الواحد راقي ومحترم ويكون فيه يعني هدف ايجابي بالضبط في الموضوع يعني ام اوبن You're open. I'm open. بس ما قلت yes. Open. Open. بالضبط. يلا كت open هذا بس. يعني مو. المسألة دي الموسيقى ماهر يعني ترى فيها جدال ونقاش من عند علماء الدين والناس هذا هناك واحد الفئة هناك بعض العلماء تقولوا بأن
الموسيقى حرام. حرام بالضبط. في نظرك انت؟ انا شوف، انا لا عالم ولا شيخ، انا بترك الموضوع للعلماء يتناقشوا، نحن بس علينا ان نتبع. انا بالنسبه لي بس يعني هي مساله خلاف فقهيه، وفي كثير من يعني العلماء والشيوخ اللي بايدوا صح، يعني بايدوا الفكره انه اللي نحن عم نشتغل فيها، ويعني شيء ضروري، لانه نحن يعني الواحد يكون واقعي كمان، ما فيش اي شاب في العالم ما بيحب يسمع الموسيقى. فنحن كمان يعني في عنا مسؤوليه. انا بشوف مثلا نفسي ان الله سبحانه وتعالى اعطيني موهبه، وكيف انا لاقي يعني اي فايند ات، يعني كيف بلاقي الموهبه وكيف بستخدمها. احنا نزلنا للشارع المغربي، نعم، سولنا الناس قلنا لهم هل الموسيقى حرام ام حلال، وكانت هذه هي الاجابه ديالهم. لا لا، حرام في نفس الوقت، حيتاش حيت الموسيقى فيها الاوتار، والاوتار منين كاينين؟ كاينين من صار مصارن، اذا حرام. الموسيقى بالنسبه في الاسلام كنظن انا حلال، لان كاين في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كاين الدف بالبندير، ويعني كاين واحد كيكون شي فرح الانسان تيقدر يدير شي الات هما بحال البندير بحال داكشي اللي كان في ايام الرسول. من الموسيقى الا تطورت بزاف كتدخل في شي حوايج عاوتاني خارج على نطاق الحشمه وداكشي، هذيك كنظن بالنسبه بحال الكليب كنظن شويه جات بيزار. هو الموسيقى اللي كانت هادفه، فهمتي، يعني عنده واحد الهدف، يعني ما نظنش واش كاين شي مشكل. هي اصلا حرام، حيت كاين حديد ديال راسه ولا كيحرم معازف، ولكن دابا في هذا الوقت راه تخلط الحرام والحلال، فهمتي، كل واحد واش كيتصنت. هي من الاحسن فهمتي تكون شي موسيقى زوينه ما فيهاش خسار الهضره. بالنسبه للموسيقى الا كان فيه الشيء ديال الامداح النبوي صلى الله عليه وسلم، اما هي راه محرومه من بكري، ما يكونش فيه الكلام الخايب، وبالنسبه يكونوا فيه شي كلمات زوينين ديال الرسول وديال الدين، وهذا هو. موسيقى مزيانه، يعني تقدر تصنت لها مع العائله ديالك، تصنت لها، يعني ما فيها حتى شي مشكل. مزيانه موسيقى، يعني مزيانه نتصنتوا لها، ماشي ما نكذبش عليك، ما كنتصنتش الاغاني، الاناشيد كنفضلهم، وفي البورتابل عندي نبغي نسجلهم ونقلب على شي اذاعه تكون خاصه بالاناشيد هي اللي نشد. الاغاني ما كنتصنتش ليهم، وما كنتفرجش في الافلام، هادشي اللي عطى الله. ماهر، سمعت الناس شنو قالوا؟ سمعتها. انت شنو كيبان لك؟ شنو القناعه ديالك؟ لا، انا اول ما بدات، اول ما التزمت، يعني التقيت بشركه الانتاج اويكني اللي شغال معاه، كنت عم اتكلم معهم في التليفون، من اول الاسئله اللي سالتهم، يعني ايه رايكم؟ يعني قال لي بس، قال لي هي مساله خلاف فقهيه بس، ونحن يعني بس نحترم بعض. انا بالنسبه لي شو، بعد ما العلماء يعني اختلفوا، يعني في اتفاقيات انه في حلال وفي حرام. انا بعد هالشيء بتطلع ال يعني شو هو ال يعني what's the result بالانجليزي، what's the result of النتيجه بالضبط، هي شو هي النتيجه من اللي عم نعمله شغلنا. انا يعني في شيء مثلا، في شيء سلبي، انا مش شايف اي شيء الحمد لله سلبي، وهذا القناعه تاعتي. يعني احيانا صراحه بحس شوي، مثلا بكون بالكونسرت بكون في ناس مثلا، خاصه اخوات، يعني بسكريمينج وبيعملوا شغلات، يعني انا ما برتاح فيها صراحه. باب اي كويستشن مثلا، يعني بسال نفسي، يعني يمكن عم بعمل شيء غلط، يمكن بس سبحان الله برجع مثلا بكون بالصلاه بدعي يا رب هدينا، يعني اذا عم بعمل شيء غلط يوقف، يعني ما عندي مشكله نوقف خلاص. بس سبحان الله كل مره والله، انا يمكن هذا الشيء في ناس بيقولوا يعني خرافه، بس انا كل مره بتصير معي، بيجيني ام او يعني مثلا وحده ام او واحد اب او واحد مثلا بيقول لي يو دونت نو مثلا وات يور ميوزك هاف دون تو ماي هاز دون تو ماي لايف، يعني انت ما مش عارف شو صاير بحياتي من الموسيقى تاعتك. انا بدات اصلي، انا بدات بعدوا لي بقى هذا الشيء كله، انا بحسه كانه دعاء مستجاب، يعني حدا عم اذا كتشوف الموسيقى ديالك فيها رساله اللي من خلالها كتوجه الناس اشياء ايجابيه. بالضبط، نعم بالضبط. واخا دابا من الصباح انت جالس معنا ومازال ما غنيتيش لينا، اش ممكن تغني لينا هكا؟ شو تحب تسمع يا نبي؟ ان شاء الله. يا نبي، يلا يا نبي. سلام عليك، ثقات على ماهر زين. تفضل. بسم الله. يا نبي سلام عليك. طب خلاص انا غني وانت تزيد وراي، ماشي؟ بسم الله.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوضري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، صلوات الله عليك. عليه السلام. شكرا، برافو عليك، تبارك الله. تبارك بورشتيني، يعني بورشتيني، يعني جاتني القشعريرة. ليه؟ اسمي جسمي اشعر. اشعر بدني. اشعر بدني. ماهر، دابا انت في المسار ديالك الفني بيان سور، يعني كتنفتح على يعني كتمشي للقنوات، كتمشي للجوالات، يعني في مجموعه من المدن. اكيد انك يحصل معك واحد الموقف، مثلا انك كتجي بنت مثلا تسلم عليك معجبه، تبغي تسلم عليك بلا بيز. لا، ما صارت. انه تعمل يعني، واش كتكون محاوله ان شي وحده تسلم عليك مثلا، انت كتقبل هذه القضيه؟ لا ابدا. وعمر شي مره ما جاتك هذه القضيه هذه، شي بنت بغات تسلم عليك مثلا؟ انه اذا صارت يعني، لو صارت معايا ولا اذا صار يعني؟ عمرها ما صارت معك؟ لا ما صارت. يعني كيكون متفاهمين ديجا؟ متفاهم الحمد لله. يعني في، وانا كمان في حدود، يعني انا يعني بكون بطريقه باليد كتسلم. يا سير. لا تاخذ معك صوره مثلا؟ في صوره؟ لا ما فيش. ما فيش. في في بس واقف جنبي بس سيبريت متر مثلا. بس هي بتصير. شوف، برا كنت في جنوب افريقيا وفي واحده يعني يعني قد امي هي، سالتني قالت لي ممكن بوسه هنا؟ ام كان معي صديق المانجر، انا اكيد استحيت يعني ما حعرف شو اقول له يعني. طلعت هيك ووسيم المدير العمل قال لي، قال لا اوف كورس نوت، اكيد لا يعني. بقى بتصير يعني، في شغلات بيصيروا بس يعني الحمد لله في احترام، يعني معظم الناس فاهمين الموضوع يعني. ماهر، ما كتحسش بان يعني هذا المجال ديال الميدان ديال الغناء الملتزم عطاك شهره اكثر وانتشار اكثر في العالم العربي وفي العالم؟ لا فيني اقول يس، يعني بعتقد هو ال شوف، انا بالنسبه لي يعني اكيد هي باكج كله تاع يعني النجاح الحمد لله باكج، انه يعني في الاغاني وفي الصوت وفي الكواليتي وفي كل شيء. بس انا يعني بتهيألي هو يعني اول شيء الحمد لله يعني نعمه من ربنا سبحانه وتعالى النجاح انه وصلنا للناس، بس هي الرساله اللي اثرت كثير في مجالي انا. الرساله بعتقد الرساله هي مثلا مثل اغنيه ان شاء الله. مثل اغنيه ان شاء الله هي فيها يعني رساله عالميه يعني لكل العالم، مش بس فقط مسلمين. انا معظم اغاني يعني بعمله جلوبال، مش بحب يعني بحب اوضح انا انه مثلا انا مغني فنان مسلم اسلامي، بغني اغاني اسلاميه، بس كمان يعني بحب اوضح انه الاغاني الاسلاميه مش ضروري يكونوا مثلا واحد مثلا بيغني عن ربنا سبحانه وتعالى او الرسول صلى الله عليه وسلم تاني بسلام عليك، اكيد ضروري. بس بحب اوضح للناس انه الاسلام مش فقط الواحد يقرا قران ويصلي ويكون في المسجد ويروح على صلاه الجمعه، لا، الاسلام هي حياه كامله. وانا بالنسبه لي يعني دقت الحلاوه فيها يعني الاسلام، الواحد اذا ما بيدخله بقلبه كشرب واكل ونوم، يعني سيستم يعني بارت فروم يور لايف، ما بترتاح فيها. تلاقيتي في السفريات ديالك مع الشيخ يوسف حمزه، عمرو خالد، طارق سويدان، ياك؟ واش هاد الناس كان عليهم تاثير عليك واحد الوقت؟ اكيد اكيد.
انا ما شاء الله دكتور عم خالد من اول مؤتمرات اللي رحت عليهم في كندا هو قال شغله حلوه كثير. انا قبل اول طلعتي لسه ما كان في البوم ولا كان في شيء، كان في عندي بس ان شاء الله، وكان في عندي اولويز بي ذير الله اكبر وواحد تاني هولد ماي هاند بس كانوا موجودين. بتذكر في درس كان عم يقول انه في يعني ثلاث انواع يعني بيبل هيومن بينجز، في اللي مثلا مش سائلين عايشين في الحياه، مش سائلين عايشين عادي، وفي مسوقين كما سيقول بالضبط، وفي الناس اللي مثلا بيخربوا كثير، يعني في ناس مثلا بس بيمروا بمجال الحياه وخلاص تخلص حياتهم وما في لا يعني لا شيء ايجابي ولا سلبي يعني عادي، وفي الناس اللي بيحبوا يتركوا اثر في الحياه. بقى هو سال يعني انا فاكر بالسكر هو دي وانا بي يعني انت من اي واحد من اي كاتيجوري حابب تكون. بقى انا صراحه يعني علت فيني انه مثلا ان شاء الله حابب انا اكون من الشخص من الانسان اللي يعني بيسيب اثر في الحياه، يعني بيترك ستامب والناس بيتذكروه في يعني كيف بيقولوا يعني they remember me in good، يعني بيتذكروني باشياء ايجابيه بالضبط اللي تخليها بالضبط. وانا فاكر يعني كلمت وقت رجعت على السويد كلمت زوجتي وقلت لها يعني نحن we gonna be from this. تلاقيتي مع عمر خالد قبل بالضبط يعني كله شوف الحمد لله كله خلال الالتزام، خلال ست شهور بعد الالتزام التقيت في اصحابي يعني في السويد وفي زوجتي يعني ماي وايف تو بي واويكنينج. هاي سبحان الله انا والله يعني شوف كيف بيقول الواحد لما ترك شيء لله عوضه خيرا منه بالضبط. انا اي نو ات انا عشتها والله يعني خلال ست شهور كله هيك سبحان الله اجى علي. الحمد لله. واش ممكن نقول بان صناعه الموسيقى الملتزمه كتجيب نفس الارباح مقارنه مع الموسيقى يعني الاخرى؟ ارباح ازاي يعني كيف؟ انت كدير هذه الموسيقى وكتربح منها الماديه يعني ياك؟ واش ممكن نقول بان هذه الموسيقى هذه تقدر تجيب نفس الارباح اللي كتجيبها الموسيقى الاخرى يعني؟ نفس لا مستحيل. أقل؟ نفس اقل بس علاش؟ بس نعم علاش اقل؟ هو يعني في المشكله في هذا واحد يعني واحد من التحدي الكبير اللي احنا يعني بنمر فيه. المشكله بس في كثير ناس في كثير شركات مثلا سبونسرز مثلا اذا في شيء اسمه اسلام فيه شوي بيصير يعني يعني خوف ما بعرف ليش بس هذا بيصير تحدي. بقى انت سبونسر انت ايش كنت سبونسر ديالك؟ نعم عود الارك ما فهمت. يعني كتلقى مشكل مع المدعمين لي سبونسور بالضبط هو مدعمين بالضبط يعني ما مش بس سبونسورز بس في مثلا تلفزيون مثلا راديو شوي في تخوف يعني شوي الحمد لله احنا انا فخورين الحمد لله الله يبارك فيك فخورين انك جيتي عندنا هنا للقناه وانا فتحنا لك الباب تفيق اسمك راه لا الله يرزق. كاين بعض الناس يقولون ان ماهر زين استغليتي فقط العاطفه ديال الناس والهدف ديالك من هذا التحول او التوجه الى هذا المجال فقط هو للاسترزاق وهدف مادي. شو ممكن تجاوب هاد الناس؟ انا شوف انا ممكن اقول لهم ذس نوت ترو وممكن اقول لهم 100,000 شغله. انا هذا الشيء يعني بترجع لنيتي ونيتي ما في حدا الواحد يحكي فيها يعني شو فيه بقلبي وهذا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. انا ممكن كذب على الناس كلهم اقول لهم لا اكيد لا انا نيتي صافيه ولا بس انا ما بقول اي شيء يعني خلاص بترك هالموضوع ناس يقولوا اللي عايزينه. بس اذا الواحد بيفوت مثلا بالمجال انه الواحد يعمل موسيقى من ما فيش اي مشكله يعني ايه المشكله في ناس بيعملوا موسيقى يعني فلوس من الحج من كتاب الله عز وجل يعني في شغلات كثير في الاسلام الناس بيعملوا يعني مصاري فيها هي رزق ارزاق بيد الله هل هذا مثلا بالضبط بالضبط سابح بالضبط سابح. واحد البنت من الجمهور عرفتك جاي جابت مع التسابيح ما شاء الله. وبعدين في شغله مهمه يعني احنا مثلا شغلنا اكيد اللي بيعرف المجال الموسيقي المجال الموسيقي هو الميديا كله في تكاليف يعني احنا مثلا الالبوم تاعنا لو الناس بيعرفوا التكاليف اللي والتايم يعني تايم الوقت والافورت الشغل اللي بنحط عليه والدعم يعني المادي اللي بنحط على الالبوم والشغل اللي احنا بنشتغله يعني كان 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 الموضوع مختلف شوي. نعم. بقى نحن لازم يعني هي شغل بالاخر يعني يعني give and take مثل ما بيقولوا يعني بتعطي وبرجع بالضبط لانه هذا
يعني الواحد اذا ما بيجي اذا بيعمل وما بيجي خلاص ممكن يوقف الشغل. دابا الشباب اللي كيتفرج فينا كيشوف فيك مثلا انت، كاين شباب اللي غيشوفك انت كقدوه ليه يعني، والشباب اللي من خلال الرسائل اللي وجهتي يقدر يبدل الراي ديالو في بزاف ديال الحوايج. انا كل ضيف عندي كنعطيه 40 ثانيه قدام الكاميرا، بغيتك انت ماهر زين قدام الكاميرا تهضر مع الشباب المغربي، الشباب اللي نقدروا نقولوا من حارف ولا خارج على الطريق، اش ممكن تقول ليه في 40 ثانيه قدام هذه الكاميرا؟ واو، بسم الله الرحمن الرحيم. هي الصحبه الصالحه يعني مهمه مهمه جدا. انا كنت في كان عندي صحبه كانوا يخرجوني عن الدين، يخرجوني عن الـ يعني الشيء المنيح، الطريق الصح. بل واحد الصحبة الصالحة مهمة كتير. الواحد أكيد يسمع كلمة أمه وأبوه مهم، ويسأل نفسه على طول يعني يعني لو مثلا كان اليوم آخر يوم في حياتي. شغلت كتير. شوف الواحد فيه صراحة، فيه أنا اشتغلت ولسه عم اشتغل بالشيء اللي بحبه في حياتي كتير، بس الواحد أحيانا بس يكون النية، بس الواحد تغير النية بس، وممكن الواحد يعني يكون نفس الشيء اللي عم يعمله بس يعمله بطريقه مختلفه شوي، هدف مختلف، بس نفس الشيء اللي انت تحبه. ممكن يكون غناء، ممكن يكون فيديو، ممكن يكون كتابه، ممكن يكون اي شيء تحب تعمله في الحياه. في ways يعني different ways، في طرق مختلفه يعني، في ايجابي وفي سلبي من كل شيء. بس الواحد يكون فخور في دينه. شكرا ماهر. شفنا بزاف ديال النجوم والمشاهير والشيوخ في العالم كيتزوجوا مغربيات، لاحظنا بان المغربيات يعني من اكثر النساء في العالم اللي كيتزوجوا بالمشاهير. كاين هذه القضيه بصح، شنو دارك؟ عجبكم العالم؟ انا شوف صراحه يعني انا كنت يعني انا ما كنت مفكر انه اوكي انا هلا عايز بدي واحدة مغربيه. أنا ما فكرت هيك، هي طلعت مغربيه سبحان الله. بس ماهر مع تعدد الزوجات؟ نعم ماهر. نعم. هل انت مع تعدد الزوجات؟ مع شو؟ انا تقريبا فهمتك يعني فهمتك. هل انت مع فكره تعدد الزوجات؟ يعني تقرير يعني ممكن تزوج الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. هل انت مع هذه الفكره ديال انا مع الفكره اكيد، لانه هي شرعياً حلال. بس أوكي. شخصيا يعني انا تربيت في السويد. شوف انا عامه كنا نحن نتكلم عن الموضوع، واحد يقول انا تعرف الكلام الرجال بس يكونوا مع بعض يعني. كنا نحن نتكلم الموضوع، انا قلت صراحه انا تربيت في السويد، مش شيء طبيعي يعني. نحن عندنا مش شيء في ثقافه السويد يعني، مش موجوده. ونفس الشيء زوجتي يعني مثلا. بس هلا الواحد لو عايش في بلد شيء عادي، اتس ديفرنت. بس انا لابول يعني انا شخصيا اي كانت دو ات يعني امبوسيبل. انا ما بقدر يعني. عايشة غترتاح. ترتاح. ما شاء الله. بارز واخا. ماهر عندنا واحد الفقره. عندك شويه مع الفيسبوك؟ اذا عندي فيسبوك اكيد عندك الفيسبوك. في فيسبوك تبارك الله. سمعنا بان عندك 12 مليون متتبع. الحمد لله 12 مليون تبارك الله. الحمد لله يعني تبارك الله 12 مليون متتبع. تبارك الله الحمد لله. وسبحان الله هلا اخر فتره عم يطلع يعني تقريبا 200 300 الف في الاسبوع. تبارك الله. يعني من النجوم اللي عندهم اكثر شعبيه في العالم. الحمد لله. عندي ما تسالك. كتدخل عند هاد لي فان كتقرا لي كومونتير كتبدا ولا كتير. عندك ناس اللي مكلفين؟ لا هو انا يعني اكيد في مساعده. بس انا بقرا كثير تويتر وفيسبوك. وبعمل كومنت وفي تواصل يعني شوي. بس صعب اكيد الواحد في يعني مثلا 5000 2000 3000 كومنتس، صعب الواحد يقرا كله ويرد على كله. بس محاول يعني. اوكي كدير جيم؟ جيم؟ لايك. اكيد تعمل لايك. اكيد اوف كورس تعمل لايك. لاش اي شيء مثلا يكون عجبني يعني. okay. بعمل لايك something that I like. عندنا فقره سميتها فقره اسمها اونلاين.
هنا غادي يطلعوا بعض المشاهير يحاولوا يتكلموا معك. نعم. وانت الدور ديالك انك تجاوبهم. اوكي. اوكي؟ اوكي. متفقين اونلاين. يلا. مش متفقين بس يعني اوكي. السلام عليكم. والله العظيم تبارك الله. انا بحبك وبعزك يا ماهر. بحبك لانك ماهر. وبحبك لانك زين. وبحبك لانني بحبك. والله العظيم لو تعطيني فرصة اعمل معاك ديو. وانت عارف ان حبيبي برشلوني. بس انا مو عارف حبيبك برشلوني ولا مدريدي. جاسمي تكلم معاك اش ممكن تجاوبه؟ قال لك برشلوني ولا برشلوني ولا مدريدي. انت برشلوني ولا مدريدي؟ انا صراحة مش متابع الفوتبول با اولا تم داون يعني. شوف انا عامة بس اتفرج على 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 الفوتبول. اللي رايح على الجول بشجعه. الحسين الجسمي. كصوت جميل. جميل. حبه كثير. تسمع اغاني؟ اسمع. كتقدر تسمع اغاني؟ اقدر. ليش لا؟ يكون في شيء مثلا هادف و يعني الواحد اكيد فيه يختار يعني في كثير من المش الاغاني اللي فيهم حبيبي حبيبي بحبك. ما فيش مشكله يعني. هو الحب يعني من 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 اكبر نعم الله عز وجل. بس الواحد بده يعرف كيف بالضبط. يعني يعرف كيف في اي طريق يمشيها. هذه باللهجه السويديه. هي هيدي من الفضاء ما أعرف إنها جايبة يعني بس مش موجودة في ال... ماهر بغيت تكلم معك واحد الأخت اسميتها سينا. اسميتها شو؟ هل تسمعها ونعرفك من بعد؟ طيب ماشي خلاص يلا جاهزين. يا طيبة يا طيبة يا هوى العيال. يا دوى العيال. سجنالك والهوى نادانا. والهوى نادانا. ماهر. نعم. أنا سينا. عرفتيني؟ لا الصراحة كتعجبني ما شاء الله. أنا مكرش نولي بحالك وندخل سوق راسي تانا وندير الحجاب باهي معايا. أنا الحمد لله الحمد لله ما فهمت ولا كلمة يعني. الحمد لله. سينا غنبغي نعرفك عليها ولكن يصعب التعريف. سمعناها واحد النهار كتغني هذه الاغنيه. يا طيبه بهدلاتها. يا طيبه جميله. يا طيبة. يعني هي يعني الاغنيه جميله. تقدر تعطينا شي مقطع؟ هي قالت يا طيبه يا دواء يا هوى العيان. هي يا دواء. يا دواء العيان. تقدر تعطينا شي مقطع صغير؟ ليش لا؟ اوكي يلا تسيقى تلمعي. يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان. اشتقنا لك والهوى نادانا. والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان. اشتقنا لك والهوى نادانا. والهوى نادانا. ماهر زين. شكرا. برافو عليك. هيدي جميلة جميلة صراحة. هيدي من الأغنية اللي يعني أو النشيد اللي يعني بتحرك لي مشاعري. والله تخلي هيك الواحد يحس شوي يعني. هي اللحن تاعها والمعنى بالجميل. جميل ما شاء الله. بارك الله عليك. غير هي شرقاتها. ما انا بغيت نهضر معك دابا ليدي غاغا. اوكي. تحكي معي ليدي غاغا. Hi Maher, I'm Lady Gaga. So excited to talk to you tonight. This is not Where really have you been? فين غبرتي يا العفريت؟ Maher, please do me a favor. I love your music and I would love to do featuring with you. Please do it. يلا اطلع حبيبي.
قلت لك بغا دير معاك فيتشرينغ ليدي غاغا؟ انت رافض الفكره. انا رافض الفكره. رافض خلاص. شوفي حد غيري مثلا. يا وشوفي غيره. بغا يتكلم معاك سامي يوسف. نعم سامي يوسف. سامي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سامي يوسف. سعدت وفرحت كثيرا اخ ماهر لانضمامك لهذا الفن الموسيقي والإنشاد الإسلامي، وعندما بحثت عنك علمت أنك في الأصل ميكانيكي، لذا عندي طلب صغير. هلا أصلحت سيارتي بليز؟ سنتين أنا ما عندي سيارة. I knew it. I knew it. وتقال ميكانيكي، أنا عرفت حيسأل هالسؤال دغري. ياك. ما فيش مشكلة، شل غير لك الزيت. لا زين تبارك الله وصلتي للعالمية وشفناك كتغني بالأندونيسية. نعم تبارك الله عليك. مزبوط. كتغني بالأندونيسية. كتغني أندونيسيا. بالأندونيسيا. أندونيسيا. الأندونيسيا. نيسيا. الأندونيسيا. أندونيسيا. تبارك الله عليك. بالضبط. غادي يمكن نشوفوك تتغني بلغات اخرين مثلا؟ انا غنيت في اندونيسيا. اها اندونيسيا. اندونيسيا. الماليزيا. ايه. الفرنسي، العربي، الانجليش، تركي. اوكي. واردو. اردو، وان شاء الله حنغني في المغربي. برافو عليك. ماهر. اه. تعطينا شويه بالاندونيسيا. بالاندونيسيا؟ اوكي. وشويه بالماليزيا. هو تقريبا نفس الشيء يعني. بتركي وشوية بتركيا. طيب ماشي. وشوية بالفرنسي. اوكي. اوكي. يلا تصيح يا زلمة. اندونيسي. 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 بالضبط. طيب. For the rest of my life اندونيسي. قرأت اندونيسيا. سبانجانج هيدوب برسامامو كستيانكو. تولوس انتكمو. نسيت الباقي خلاص. شو كمان؟ اعطينا دابا تركيا. تركيا؟ تركيا. طيب وحشنا تركيا. Ben ararken sen de buldum kendimi insanlığın dert eyledim derdini nurun ile aydınlıktır her yanım uğruna olsun feda bu canım canım yüreğimi sar değini hüzün gidişim var ya Hep bolu gözüm senle var oldu özüm Muhammed müştelik vallahi Muhammed elbi alik sallah Bravo alik هيدي موجوده بالعربي المصري وال وبالتركي تركيا اعطينا شي حاجه من اختيارك شي لغه اخرى الانجليزي English, wait, English, English. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. But don't despair and never lose hope. 'Cause Allah is always by your side inshallah 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 you'll find your way inshallah 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 hatlaqi at-tariq inshallah shukran شكرا شكرا ثانك يو تبارك الله عليك ماهر انا بغيت نطلب منك حاجه واحده تفضل
عندنا حنا واحد الشعار قالوه قبل العرسان فاش كيكونوا في العرس كيقولوا صلاه وسلام على رسول الله الى جاء الى جاء سيدنا محمد اللهم عجل على اوكي انا بغيتك لا تقولها لا صعبه شويه ولو طب ممكن تقول لي وانا رد عليك رد وراك انا عطيك الورقه عندي مكتوبه هنا بالعربي ولا بالانجلش صلاه والسلام على رسول الله الصلاه والسلام على رسول الله اله اله جاه جاه الى جاء سيدنا إلى جا محمد سيدنا محمد الله معاه الجاه العالي الله معاه الجاه العالي العالي لا 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 من نعيدها حاول تقراها طيب نعيدها شوف حاول تقرا بطريقتك بطريقتي بطريقتك كيما كيما جاتك صلاة وسلام هكا يعني هي انا مش حاضر باللغه المغربيه اكيد يعني بطريقه طيب من جوا الصلاه والسلام على رسول الله اله 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 جاء اله جاء الى جاء سيدنا جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص تمام محمد صلى الله عليه وسلم فقط للإشارة فهذا مختصاص النقافات درتوا عرس مغربي ولا عرس نحن عنا في السويد لا عملنا يعني عرس في السويد وحفلة صغيرة في المغرب بس كان فيه كان فيه أكيد كان فيه هذه كان فيه لا خلو لا 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 بالضبط سمعنا بان ماهر زين ماهر في الطبخ اها كان سمعت شي سمعنا بس لسه ما تعلمت اعمل القسقس والطاجين بالمرقوق وال اليوم شو كان اليوم رفيسه رفيسه باش تغديتي اليوم قلت مظبوط رفيسه 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 اوه جميله برافو عليك بالدجاج بالدجاج هلا رفيسة بال انتم بتقولوا الدجاج؟ الدجاج البلدي الدجاج البلدي الله الله هي معرقة لي وانا الاكل المغربي يعني والحريرة حريرة والشباكية في رمضان تحب الحريرة والشباكية؟ كثير انا يعني قلت لهم اليوم لازم ناكل حريرة ما مش معقول يعني لا لا عايشة تصيب الشباكية؟ لا تصيب يعني تعمل؟ يعني تعرف تصيب لسه عم تتعلم يعني بس تتعلم لا هلا اليوم طلبت للاس ام اس تجيب شباكيه معك ياك وطاجين البرقوق ما شاء الله جميل طاجين اللحم البرقوق جميل طيب يعني خلاص هلا جعنا با يلا قول لي شنو من المأكولات اللي تعجبك مغربيه؟ الحريرة أكيد اليوم أول مرة أدوق الرفيسة رفيسة. رفيسة أول مرة أدوق رفيسة أول مرة أدوق الرفيسة والطاجين لحم برقوق وأكيد الكسكس في الأنواع يعني كسكس بيصار سبع خضر أو لا ها هل بسبع خضر أو بالتفاية بس أنا بحب اللحم هو سبع الخضر ما فيش لحم صح لا في لحم في لحم أوكي هذول اللي عرضوا عليك ما داروش اللحم vegetarian يعني كاين باللحم في بس نسيت اسمه بس الدجاج في زيت الزيتون والزيتون شو اسمه هذا محمر محمر هذا فيفرت يعني فيفرت ديالك فيفرت الدجاج بالحامض بالزيتون والخبز اللي ما بتعرف اني غن والبسطيله تعرف البسطيله بسطيلة هيدي دايرة الباي مثل الباي جاي ما صح؟ اي البسطيلة هي فيها باستا جوا ودجاج مش البسطيلة؟ في دجاج وفي لوز وفي مش هيدي البسطيلة اللي تكون دورة كذا مدورة مدورة شعرية بسطيلة هيدي جميلة تمام أول مرة أذوقها في المغرب عند رضوان عند رضوان؟ أنا صار معي اسمع شو صار معي أول مرة أول مرة آكل أكل مغربي ماشي؟ جابوا اول دش كلنا كلت انا اكيد يعني كلت وانتليت اكيد يعني فول خلاص اجى الدور الثاني الله
ماشي. طب قلت لهم ليش ما قلتوا لي؟ انا كنت يعني حابب دول الدجاج وحابب دول كل شيء. خلصنا الثاني جاء الثالث خلاص ما فيش محل يعني ما في. بس تعلمت بعدين انه في الطبق القلوعة. اه بالضبط. بس هذا الواحد قال لا. هلا ممكن الواحد صار دابا انت وليتي مغربي حر. ها شي ملي تقلب القلوعه وتحسب شحال خلاص تحلف بالضبط تتعب. واحد اثنين ثلاثه تروق شوي بالاول والثاني والاخر خلاص تفوت فيه هيك يعني لك. بعض المرات كيكونوا ثلاثه وما كيكون والو كاع. عظيمنا. عندنا واحد ريبورتاج قبيله تكلمت لك على الزواج ديال الزواج المختلط. نعم. وعلاش المغربيات بالضبط اللي كيتزوجوا بالمشاهير؟ علاش؟ غادي نكتشفوا هادشي كامل في هاد الريبورتاج ونتلاقاو. بزاف ديال المشاهير في العالم زوجين بالمغربيات بحال الجزائري الشاب خالد والمصري تامر حسني والفرنسي أكيناتون والبحريني محمد تورك واللاعب الهولندي فان بيرسي. زيد عليها الفنان المحبوب ماهر زين. وفي نظركم علاش المغربيات عليهم هاد الطلب؟ القبول هذا ولا شنو؟ خلو نجاوب بلساننا اللي هو طيب ولسان الحلو هو اللي كيخلينا اي واحد نجذبوا ليه. بصراحه هما حاد قاز كيطيبوا الحلاوي والشهيوات وكتقاتل مع راجلها على الزمان. شوف كمال انا نصبر معك في اي حاجه اللي بغيتي انا راني دايره فيك الثقه. ومن ناحيه الاناقه كيلبسوا مزيان وفوق هادشي كامل المغربيات الصراحه زوينات ومشهورات في العالم كامل. الله يسمح لنا من العيالات لان غير كنتزوجوا المغربيه كتولي طباخه وكتصوب الضو ومربيه ومدرس خصوصي وطبيب ومستشار نفسي ومحقق ومسكينه كنلوحوا عليها المشاكل كامل. وبيني وبينكم المراه المغربيه كتستاهل ميداليه. وبما انه غدا 8 مارس كنبغيو نقولوا لجميع النساء المغرب تبارك الله عليكم. عليكم الدرابو اليوم. تبارك الله عليكم. تحية للمرأة المغربية اللي فيها أمنا ومرتنا وبنتنا وكل شيء إن شاء الله. اش مالك بهذه القضية ديال زواج المغربيات من والله كله خير وبركة يعني شنو نقول؟ سمعناك درتي أغنية سميتها فلسطين ستصبح حرة. نعم. ياك ما كتشوفوش أننا هرمنا من اجل هذه اللحظه يعني؟ كيف يعني ما فهمت؟ يعني هذه الحريه اللي تتسناوها الفلسطينيين طولت بزاف يعني. طولت بس طولت الواحد يفكر اكيد طولت بس يعني يعني الواحد اذا بيطلع بالتاريخ في يعني مسائل مثلا مروا 100 سنه و200 سنه و300 سنه. عادي احنا نحن كمان نتذكر ان الحياه هي يعني اتس نوت مش طويله يعني. بس 60 سنه في او 70 سنه اكيد وقت طويل بس ان شاء الله يعني تقريبا حيكون ان شاء الله نشوف الحريه. انت كفنان مثلا شنو باش تقدر تخدم مثلا القضيه الفلسطينيه مثلا؟ مش كثير مش يعني فقط مثلا اعمل اغنيه مثلا او اتكلم كلمه. بس حاول بس انه يعني مثلا مثل ما بيقولوا بالانجلش ريز اويرنس اتكلم عن الموضوع. يعني عرف الناس اللي ما يعرفوا يذكر الناس مثلا بس ما يعني مستحيل انا اعمل اي شيء على مستوى الليدرز يعني. اوكي شفنا ماهر زين كيبغي القطط. القطط؟ اها. If I like يعني؟ ياه. هيدا مسعود. هيدي القطة اسمها مسعود. قطة اسمها مسعود؟ اسمها مسعود. قطة ولا قطة؟ قطة. قطة سميتها مسعود؟ اه اسمها مسعود. والقط سميته فتحة؟ قالوا له مسعود اه. كنا في لندن. سمعنا أن ماهر زين كان مولوع بكرة السلة. مولوع يعني. كنتي كتعجبك كرة السلة؟ يا كنت حبها كثير. ولسه يعني بحب بس مش 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 شاطر كثير يعني. بس كتعرف تلعب شوية؟ يعني نجربوك؟ في مجال؟ تصفيقات على ماهر زين. تفضل. جاهز؟ تفضل معايا. تفضل. أعطينا الكرة. أعطينا زهرة. ها هو. تصفيقات على ماهر زين. جاهزين؟ نشوفك واش ماهر. جاهزين؟ يلا بسم الله.
أعيد أعيد أعيد. طيب ماشي يلا. بسم الله. يلا محاولة أخرى. يلا يلا مايكل جوردن. طيب هذا هكا. هلا هلا كلوا جالس جاهزين. ماشي واحد زوج. سيقيت على ماهر زين. شكرا. واحد من عشرة. عندي ميت سلك. الحمد لله على سلامة الكاميرامان. تبارك الله عليك. كنت كتلعب الباسكيت في مرحلة من العمر. هو أكيد الجاكيت هلا معسر عليك. معاوناتك. بس الجاكيت يعني. برافو عليك ما عندي ميت سلك. وسمعنا أيضا أن عندك هواية ديال صيد الأسماك. ياك. حلا جميلة. هذه هي الهواية ديالك. الأولى. يعني بس أحب كثير. نشوفك واش صياد ماهر. سنختبرك. في اي شيء؟ نعطيك انواع اسماك. لا هيك صعب شوي بس. قولي هذه خصني نكون كبيع الاسماك. انا الـ 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 يعني الـ الاسامي مش حافظهم. نشوف بس بحب. ماشي حاول يلا ماشي. شوفوا السمكه الاول. هذه في المغرب اسمها الحزام. حزام؟ حزام. صمتة. ماكريل. هذه اسمها الكبايله. عندنا هنا. سي ماكريل. اوكي. سلطعان. سلطعان احنا بوجنيبه. 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 يعني اكيد معروف بس بالمغرب ما اعرف شو اسمه. المغرب ما عرفتيش. لا شو اسمه؟ القمرون. القمرون؟ القمرون. ولا الكروبيت. هذه اكيد تعرفها. اخر صوره. سردين. نيمو. نيمو. ماهر تبارك الله عليك وصلنا لأصعب مرحلة في البرنامج وهي مرحلة الصراحة. أوف أوكي. نطرح عليك بعض الأسئلة وبغيتك تجاوبني بدون دبلوماسية وتجاوبني بصراحة. مستعد؟ ماشي بس ما بوعدك. اوكي بدأوا. في اسئله يعني انا مش عارف الاسئله بس بدأوا. يلا بسم الله. أوكي. واش ممكن شي نهار ماهر يرجع حياته القديمه؟ ان شاء الله. لا هو أخطر موقف تعرض له ماهر زين في حياته؟ أخطر موقف أخطر موقف مرة كنا في لبنان و يعني كان قريب للموت يعني حادث سيارة. دارت الحادث؟ كنا صغار. شنو هي الحاجة اللي كتكرهها في راسك؟ ممكن 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 تصير اجريسيف شوي احيانا. شنو الموقف اللي ممكن تطيح فيه ويخليك تكون اجريسيف يعني تكون لو بقرر لو مثلا بقول شيء مش حبه ويتقرر. عنيد ماهر زين؟ لا. ماهر زين واش عندك شي اعداء؟ يعني ما في اعداء انا بعرف عنهم. ما فيش اعداء بعرف عنهم. شنو الحلم ديالك؟ حلم؟ من احد الحلم بشوف الكرة الأرضية من الفضاء. طلع القمر. نعم طلع القمر. واش ممكن نشوفه شي نهار ماهر زين مستقر في المغرب؟
نستقر في المغرب. ممكن 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 بس مش اكيد. تصفيقات على ماهر زين. تبارك الله عليك، شكرا لك، شكرا على الصراحه ديالك. شكرا لك. شعلوا علينا الضوء دابا صافي. الحمد لله ممكن نضحك دابا. الحمد لله اي باست. ماهر نعم. عندنا اخر مرحله في البرنامج، حنا ما سخيناش بك يعني، بغيناك تبقى معنا. اخر فقره في البرنامج هي فقره ديال التحدي. نعم. بغيتي تعرف على التحدي ديالك؟ تفضل. حالا التحدي ديالك اليوم هو انك خصك تعتق جوج ديال الحمامات اللي في القفز، والساروت كاين في الحمام اللي مطلوق قدامك، ورد البال عندك جوج ديال الدقائق. تصفيقات على ماهر زين. ماشي تفضل. بسم الله. بسم الله. طيب هلا. زين نفتح هذا. مفيش كاين صباط هنا. هاي ها فتح فتح حبيبي فتح. مفيش الله معك. ان شاء الله ما يكون هذا بس. طلعوا زي هو. شوفوا شوفوا لي لو هو. هذا حرر الحمامه. حرر الحمامه. ها برافو. ها تصفيقات على ماهر زين. لحقت يعني. ها تعال. ها ما شاء الله. تصفيقات على ماهر زين. تبارك الله عليك ماهر. يعني تقريبا. ها ما عندي ما تسالك. خلاص خلص. برافو عليك. خلص نجح في التحدي. الحمد لله. تبارك الله عليك، نجحتي في التحدي. شكرا. ماهر كان لنا الشرف انك تكون معنا اليوم في المغرب وفي رشيد شو. شكرا اللي جيتي عندنا. شكرا لكم. اخر حاجه غنعطيك كلمه تقولها للجمهور المغربي اللي كيبغيك قدام هذه الكاميرا هذه. للجمهور المغربي بتشكر الجميع للتشجع والدعم والسبورت، واكيد ما حتكون اخر حفله ان شاء الله. تبارك الله عليك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. برافو عليك. برافو عليك.